والحين رحبوا معي بالأمورة الشطورة موهبتنا لليوم ديما الماجد. حياك الله يا ديما. عدكم جميل وحبيبنا المربع الأصيل في ساعة نحيا بها وقلوبنا. يا روحي يعني على الطرف. ما شاء الله تبارك الرحمن، وش هالجمال يا ديم؟ حياك الله ديم. الله يسلمك. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. طيب ايش اسمك بالكامل؟ ديم عبد الله الماجد. ما شاء الله تبارك الرحمن، انت بصف كم؟ ولا ابتدائي. طيب عجبتك المدرسة؟ ايه مرة. وش الأحسن، روضة ولا أولى؟ أولى أحسن. طيب وش مواهبك؟ الموهبة يعني أنت ترسمين أو تنشدين؟ أرسم وأنشد. ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا شايفة هنا لوحة جميلة من الفنانة ديم. وش هاللوحة؟ إذا ما تتكلميني عنها؟ هذا أول شيء الحديقة، وفيها الأشجار وفيها النقاط اللي فيها، يعني هذه فيها النقاط. طيب هذه نقاط إيش هي؟ هذه منهم فيها فواكه، يعني الثمار صح؟ وش نوع الفواكه؟ هذه توت ولا عنب؟ عنب، باذنجان. أحس شكله ما يوحي إنه باذنجان. عنب. الله، تحبين العنب؟ طيب وش الأصفر هذا؟ طيب وش الأصفر؟ هذا الأصفر هو حديقة، يعني سور الحديقة. صراحة يعني أنا حابة أسوي قرار جديد. ديم عاد اشتري منك اللوحة هذه. خلاص أجل، أنا راح بشتري هاللوحة معكم. اللي اشترت اللوحة اشتريتها من ديم بمليونين ألف ريال. والحمد لله، يعني خلاص اللوحة هذه صارت ملكي وخليها زينة. تبغينها بكم؟ 30. لا علي. خلي زيادة. بليار كيف لك صحة؟ ولا أقول شو اللي قلتين؟ عادي خلاص، أنا بصير غنية. شوفوا هيا، أصبروا خذوا. الله، خذي. طيب يا تفضلي يا ديم، عندك نشودة ود حابة إنك تقولينها لنا؟ تفضلي. بحمد ربي يبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله من مفرد، واجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصلح العرب، وأمه بنت لوهب الآمنة، أجداده بين قريش الكائنة، مولده في البلد الأمين يا مقطوع من فين للتأمين، في يوم اثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا أولي، في ثاني عشره حسابا أولي. شكرا لك يا ديم على مشاركتك الحلوة. طيب عندك شيء ثاني؟ تفضلي. يا عصفوري من لباسك ريش، يمكن ماما لا، يمكن جدو لا، يمكن تيتا لا. طيب أمين رب العالمين.